نجح الفريق الأول لسيدات التنس الأرضي بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني إبراهيم أبو طالب في الفوز بلقب الدوري العام للعام الثالث على التوالي. حصد المارد الأحمر اللقب بعد فوزه على أندية كبيرة وعريقة لم يكن الطريق مفروشا بالورود، إنما استطاع الأهلي حصد اللقب بعد كفاح وجهد كبيرين. البداية أمام وادي دجلة وفاز الأهلي بنتيجة 6-3، ثم كانت عقبة الجزيرة وهي أصعب اللقاءات في البطولة، وانتهى اللقاء لصالح الشياطين الحمر بنتيجة 5-4، ثم فاز النسر الأهلاوي على نظيره هيليوبلس بنتيجة 7-2 قبل أن يكتسح أكاديمية سماش بنتيجة 8-1، وكان مسك الختام أمام الصيد وانتهى اللقاء بنتيجة 8-0. تضم كتيبة القلعة الحمراء كلا من دنا أبو حباجة، رنا شريف، ميار شريف، داليا شريف، حلا خالد، نورهان أمين، فرح ياسر، مريم أشرف، ليلى طلعت، ملك فاروق، ريم أحمد، نورة بهاء، تقى محمود عبدو، مريم وليد عبد العليم. فيما يضم الجهاز الفني عمرو الهمشري مدير جهاز التنس، إبراهيم أبو طالب مدير فني، شريف عادل مدرب عام، محمود عبد المبدي مدير فني لقطاع الناشئين، أحمد منير مدرب، محمد الدودي مدرب، ومورة عبد الله كلاعبة ومدربة، لؤي ياسر مدرب، أحمد عبد العزيز دكتور اللياقة البدنية ومخطط الأحمال، أحمد عبد الغني إداري الفريق، ريم أحمد إداري الفريق. يسعى الفريق للهيمنة على الدوري خلال الأعوام المقبلة في ظل وجود العديد من العناصر المميزة داخل صفوفه. زي ما شفنا في التقرير، التنس أرضي سيدات ما شاء الله عليه ثالث سنة على التوالي، والحفاظ على بطولة الدوري المحلي والفوز والتتويج حاجة مهمة جدا وحاجة جميلة جدا ان التنس سيدات مسيطر ومهيمن عليها. خلينا نرحب بنجماتنا الثلاثة الموجودين معنا. نجمات كتار جدا، كنا عايزين نجيبهم كلهم لكن عندنا ثلاث أماكن فجبنا الثلاث نجمات النهاردة. خلينا نرحب بنجومنا الكبار اللي قدروا يفوزوا ببطولة الدوري سيدات التنس الأرضي، كابتن فرح عبد الوهاب، بنرحب بيك ونقول ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك، كرسي جدا. وبنرحب بكابتن نورة بهاء وبرضه بنقول لها ألف مبروك. الله يبارك فيك. واخر نجمه معانا كابتن نورهان امين. كابتن نورهان امين الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. بنبارك لك ونقولك الف مبروك، وبطوله ثلاث سنين حفاظ على التنس الارضي ما جاش اكيد من فراغ، جه نتيجه حاجات كتير عايزين نعرف اسبابها. احنا تعبنا اكيد عشان احنا نوصل للي احنا وصلنا له دوت، واتمرنا كتير والمدربين شجعونا وساعدونا ان احنا نوصل للي احنا وصلنا له ده. كل سنه يعني كنا بنحاول على طول ان احنا نلعب للاهلي ونتعب له علشان نجيب له اللقب بتاعه. فهو ده كان اكتر حاجه ساعدت ان احنا كنا بنجتهد ان احنا ندي اللقب للنادي بتاعنا. اكيد الكلام ده فرح ما جاش من فراغ، يعني ما جاش من النهارده وليد صدفه، اكيد ده نتيجه مثلا 10 12 سنه لغايه ما وصلتوا بقيتوا تمسكوا فريق سيدات او تبقوا يعني كبار في فريق السيدات للكرة للتنس الارضي في النادي الاهلي. طبعا يعني هو خد وقت طبعا كتير عقبال ما ان احنا كلنا خلاص بقى يعني زي ما تقول جمعنا خبرتنا والثقه وبعدين الروح اللي بتبقى موجوده ان احنا دايما بنحارب، ان احنا دايما كل سنه بناكدها ان احنا بناخد اول. فتعب ومجهود كبير، وكمان مدربين هناك الجهاز الفني بيساعدنا وبيشجعنا دايما. وبصراحه بتبقى على قد ما هي اوقات صعبه بتبقى اوقات يعني حلوه جدا. احنا بنفرح ان احنا كل السنه احنا الاهلي رقم واحد في سيدات، ودائما وابدا الاهلي رقم واحد في كل الالعاب. لان خلينا نشوف مع نوره، اكيد يا نوره في تحديات معينه بتقابلكم، يعني في اكيد مشاكل دراسه، مشاكل تدريبات، حاجات معينه، في تحدي، في صعوبات بتواجهكم عشان تقدروا توصلوا للهدف؟ هو احنا بنحاول ان احنا نظبط اللي هو مواعيد بقى الدراسه مع مواعيد التمارين وكده. يعني انا اصلا دلوقتي لسه في ثانويه عامه، في الموضوع ان انا بحاول ان انا اظبط دروسي عشان اعرف اروح التمارين وكده. فحتى برضو كنا اللي هو
التمارين اصلا بتاعه الدوري كنت على طول يعني انا بحاول ان اروحها يعني وكده. كنا على طول بنحطها يعني كنمبر 1 عشان نحاول ان احنا. هل هي الصعوبه الوحيده الدراسه ولا في حاجات تانية بتكون صعوبات تانية جايز تكون ناحيه تدريبيه شويه، اللياقه البدنيه معدلاتها رفعها اكيد ده برضو بيكون عائق عليها؟ هو اكيد يعني كمان حوار الستريس كمان بيبقى اكتر، واللي هو ان احنا بنحاول كمان مستوانا بيبقى اعلى على طول. حوار الستريس اقوى، الستريس على الرياضي شيء صعب جدا، وفعلا هي جابتني في نقطه مهمه لازم نتكلم فيها وعايز اشوف احساسها في موضوع الستريس. بيجي منين الستريس ده بالظبط؟ قولي لي بيجي منين الستريس ده؟ ان هو مثلا بيبقى اللي هو الماتش اللي هو بيبقى واقف يعني، طبعا كل الماتشات بتبقى واقفه عليها، انه كل ماتش مهم، فموضوع ان انت تبقى نازل انت عشان تبقى حاطط ان انت لازم تكسب وان انت لازم اللي هو عشان الدوري وكده بالظبط. فموضوع طبعا بيبقى ستريس وكده، بس طبعا مع التشجيع اللي بره مع الروح وكده فالموضوع بيبقى احسن يعني كده. نورهان بكلمك بصراحه شديده، الاستريس ده عامل ايجابي او عامل سلبي؟ بالظبط، عشان هو لو وصل لمرحله معينه وصلتك للخوف ان انت خلاص مش قادر تمسك المضرب انت مش هتلعب. انما ساعات الاستريس اللي هو في الاول اللي هو تبقى قلقان، فهم قلبك همك على الماتش ان انت عايز تكسب، دي حاجه طبيعيه عشان ما تقلبش بلا مبالاه. فطبيعي ان هيبقى فيه حبه قلق، بس التشجيع والنادي والمدربين واللعيبه بره يقعدوا يشجعوك فانت خلاص بتلعب. بصراحه شديده، بتفكيها ازاي مع نفسك؟ يعني بتريحي نفسك ازاي عشان تقدري تلعبي ماتش مش تحت ستريس قوي جدا؟ هو يعني على طول بفتكر الايام اللي انا كنت بلعب فيها كويس وما اعرفش ايه، وابص للمدربين بره الاقيهم عايزين اكسب او بيشجعوني او كده. الموضوع بيجي بقى واحده واحده، واللعب بيجي لوحده بقى خلاص. ماما بابا مش بتبص لهم تقومي مريحه الامور بالنسبه لك؟ هم ما بقوش يجوا لي اصلا. الحمد لله. ماشي، كتاب كتير هنتكلم عليها، حاجه مهمه. فرح اكيد شكل المنافسه بيختلف سنه عن الثانيه، لكن في انديه ثابته معانا زي الجزيره زي الصيد، انديه صعبه جدا. شايفه الماتشات دي ازاي والدوري ماشي ازاي السنه دي؟ لا، هو ماتشات الجزيره والصيد دي بتبقى حاجه استثنائيه، بيبقى يوم كامل كده بنبقى عارفين ان هو لازم من اوله لاخره هو من اهم الايام، لان المنافسه بتبقى عاليه جدا، عشان احنا على طول يعني توب 3 في النوادي الاهلي وصيد وجزيره. فبتبقى اوقات صعبه ان احنا كلنا لازم نشيل بعض يعني. وانس مثلا حد خسر او حاجه، فاحنا كلنا لازم نحسسه اللي هو عادي عشان نقدر نكمل اليوم. وطبعا لازم بقى بيبقى تشجيع على طول على طول. الدوري طبعا كان ماشي الحمد لله كويس، وان احنا الحمد لله كسبنا كله، بس بتبقى اهم ماتشات هي الجزيره والصيد يعني. عايزين نتكلم على محطه محطه، على الجزيره او الصيد. الصيد اعتقد اخر ماتش او اول ماتش قبل الاخير يعني. خلينا نتكلم محطه الجزيره ومحطه مهمه في اطار الدوري الممتاز. الجزيره طبعا كان ماتش صعب. كلنا كنا نازلين يعني دايما حاطين برسنتج ان احنا ما فيش حد اللي هو كسبان 100% وخسران 100%. فلان احنا بنلعب قدام لعيبه طبعا جامده، فكانت المنافسه عاليه. فالماتش ده خد مننا مثلا تقريبا اليوم كله، لان هو منافسه عاليه جدا سواء قدام البنات او الاولاد. فرح مش عايزك تجري انت كمان، يعني ايه اليوم كله؟ يعني احنا بنبدا مثلا من الساعه 8 الصبح، احنا بنخلص 6. 8 الصبح كله بيكون جاي عشان على 8 الصبح، ولا انتوا بتيجوا تباعوا؟ بنسخن، لا بنسخن الاول، وبعد كده كابتن ابراهيم بيعمل لنا اجتماع قبل الماتشات، وبعد كده بنشوف مين هيلعب، وبعد كده نبدا الماتشات بقى ايه بالدور واحده 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 واحده. اللي بتلعب المباراه بتفضل قاعده برده جوه ارض الملعب وتيجي تريح في مكان تاني؟ لا، اللي بتبقى جوه بتريح جوه، بيبقى معاها المدرب جوه. لا، اللعيبه اللي هي مش بتلعب، سوري، بتريح بره ارض الملعب يعني جوه الملعب نفسه، ولا بتخرج من الاطار التنافسي وتقعد في مكان بالظبط؟ بتقعد بقى تشجع زمايلها يعني، لازم تبقى انت واقف ورا زميلك او زميلتك، ان انت دايما بتشجعهم، بتحسسهم ان هو احنا وراك يعني مهما حصل يعني، سواء في المكسب او في الخساره، لان ده طبعا بيفرق مع اللي بيلعب جوه قد ايه ان اللي حواليه بيشجعوه لحد اخر لحظه. سيبنا الجزيره كام؟ جزيره تقريبا 5-4. 5-4 كان ماتش صعب. ماتش صعب، اصعب مباراه دي نورهان قابلناها في الدوري في دوري التنس. جزيره 5-4 اعتقد. ماتش السيت كان مختلف تماما. ماتش السيت كان مختلف. 5-4 ده التنافس لغايه اخر 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 لحد اخر ماتش. اخر ماتش ما كناش عارفين الدوري رايح فين. ما كناش عارفين الدوري رايح فين. طيب قولي لي، التنس دايما بيكون لعبه فرديه، هي التنس فعلا لعبه فرديه بتكون عندها مصاريف امكانيات ماديه مختلفه، تعب، ايه اجهزه، حاجات كتيره جدا جدا. قولي لي الموضوع ازاي في التنس؟ لو انا النهارده ابني عايز العبه التنس، قولي لي ايه وسائل الصرف الكثيره جدا؟ كثيره عباره عن 1 2 3 4 وسائل الصرف. المضارب طبعا دي لوحدها وسائل صرف لوحدها. ده هي ايه الفرق؟ معلش انا عايز اعرف برضو الاولاد الصغيرين، ايه الفرق في المضارب عندك؟
لا هي الشبكة؟ الفتلة لا ده 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 المضرب نفسه ليه باكج لوحده والفتله لوحدها كل واحده انواع وكل واحده مش عايزه تجيري برده في الكلام انا عايز اعرف ناس التنس ايه الفرق ايه الاختلاف يعني تقولي المضرب نفسه باكج خلينا نسيبنا من رقم فلوس لكن الفتله نفسها ايه اللي بيختلف الفتله عن الثانيه هل تضرب الكره بجامد في واحده بتلف الكره اكتر واحده بتضرب الكره اجمد في واحده ممكن تبقى انشف او على حسب الشده بتاعتها ده حتى المكان اللي بيمسك منه المضرب بيتغير اللي هي اسمها التورنه التورنه بتاعه المضرب هي كمان بتتغير وهي كل فتره بتتوسخ او تبوظ بنروح شايلينها ونحط غيرها فلا هو في كذا حاجه في المضرب لوحده طب هقولها لك صراحه بشوف لعيبه التنس في العالم بيفتحوا المضرب ويلعبوا بيه اول مره احنا عندنا في الهدوم ما ينفعش نفتح نخش على طول على الملعب يعني سوري لو هنتكلم على جزمه اللعيب لازم نشغلها شويه عشان ننزل بيها الملعب لكن انت فجاه تفتحي المضرب وتلعبي ده مهم ده عادي بالنسبه لك لا هم مش بيكون اللي هو فجاه بيفتحوا المضرب ويلعبوه او احنا ممكن نعمله بس هو بيكون عشان الشده متغيره مش عشان المضرب هو اللي متغير يعني احنا الشده اللي هي الفتله ممكن تبقى متغيره ونفتح ونلعب عادي يعني مش بتبقى ما فيش مشكله فيها لكن الناس بتروح تلعب تنس ولا الموضوع صعب شويه بدي. لا لو من صغيرين يبدأوا عادي يبدأوا والطريقه يتجاب عادي انما لو كبير يعني هتبقى فور فان اكتر توكلنا على الله بلاش فور فان دول ناس محترفين لسه نورا هنتكلم على الهوايه والاحتراف التنس الارضي سيدات احتراف ولا هوايه في مصر؟ هو المفروض احتراف يعني بس اللي هو يعني كدوري يعني وكده لو الموضوع لا هو احتراف يعني بس هو في ناس مثلا مش بتلعب بطولات بس بتنزل اللي هو الدوري عشان النادي بتاعها طب هقوله لك بشكل مختلف شويه امتى هنشوف لعيبه كبيره في التنس الارضي متواجده في بطولات العالم في الجراند سلام يعني هناخدها يعني انا بقول ان هو ده هوايه ولا احتراف يعني اكيد هي هوايه بس هم اكيد محترفات برضو يعني في لكن احنا عايزين نوصل لمرحله اعلى شويه نروح لجراند سلام ونروح لشكل مختلف في بطولات التنس لان عندنا لعيبه زي ميار شريف اتاهلت اوريدي الى الاولمبياد وطوكيو نتمنى ان كل بناتنا يكونوا يمشوا على طريق ميار شريف قولي لي هوايه ولا احتراف ورايك ازاي نطور من المرحله اللي جايه للتنس السيدات عشان نوصل لمرحله الجراند سلام المفروض احتراف اللي هو مع التمارين الكتيره مع اللي هو احنا مثلا نكثف بقى التمارين اكتر ان لو مثلا لحد مثلا كان بيتمرن مثلا 3 ساعات يحاول يزود اكتر يدوس على نفسه ثقه طبعا يعني الموضوع عايز شويه تدريبات اضافيه بالظبط ده راي نوره لكن نشوف راي فرح تدريبات اضافيه ولا احتكاك مع مدارس مختلفه هيطور اداء التنس الارضي في مصر السيدات هو اولا محتاج ان انت تغير اللايف ستايل بتاعتك بطريقه يعني 100% عجباني قوي اللايف ستايل بالظبط هنقف على اللايف ستايل دي ونغير اللايف ستايل بتاعتنا يعني المفروض مثلا انا بعيش بقى مش زي بقيه الناس يعني انا بنام في وقت باكل في ميعاد معين مش باكل اي حاجه باكل اكل صحي تماريني طبعا بتبقى متحدده في اوقات معينه مثلا ساعتين الصبح او ثلاثه وبعد كده بريح وبعد كده ببدا تاني تمرين بعد الظهر فهي بتحتاج المنتاليتي نفسها بتتغير بتاعت اللعيب عشان اقدر ان انا اوصل للاحتراف بقى بجد بقى مفيش دراسه مفيش اي حاجه لا في دراسه بس ممكن تتظبط يعني بس على حسب اللي هو اوقات في مدارس ممكن تتعامل ان هو ايه هنمشيها عشان بجد احنا يعني مثلا في دعم من المدرسه بس اوقات في مصر هنا مش بيبقى كلي مش دعم كلي طبعا مش دعم كله طبعا. بسبب الموضوع هو دي حقيقه هي بتتكلم بصراحه شديده فعلا الدعم مش متواجد الدعم ده دعم نفسي معنوي دعم مهم جدا للاعبات الالعاب الفرديه او لاعبين الالعاب الفرديه بصفه عامه عندهم دعم مختلف شويه ان فعلا لازم يدوس على نفسه في التدريبات عشان يقدر يعدي في المرحله ويقدر يوصل لبطولات العالم ودي حاجه مهمه جدا. اتكلمنا على حاجات مهمه لكن اكيد ليكي مثل اعلى نوران في التنس. انا بحب سيمونا هالب مثل اعلى. مثل اعلى شفتي فيها ايه؟ هي بجد بتتعب في الملعب يعني هي فعلا هي اكتر حاجه حبيتها فيها المجهود اللي هي بتعمله عامه. المجهود ده اتعلمتيه داخل النادي الاهلي والاصرار والتحدي وروح الفانيلا الحمراء والروح الفانيلا الحمراء طبعا هو الدوري عامه انا بالنسبه لي يعني حتى لو الفتره دي انا بلعب فيها وحش كبطولات ليا انا لما بنزل في الدوري بلعب لعب تاني اصلا عشان النادي علشان التشجيع وعلشان الناس اللي بتسندني وانا جوه الملعب وكده انا اكتر حاجه بتشجعني في اللعب ان حد يكون واقف بره عايزني اكسب دي حاجه مهمه جدا الجماهير في الرياضات الاخرى جماهير لكن في التنس ليهم جمهور مختلف شويه
عايزه جماهير تنزل ارض الملعب زي الكوره وزي الهاندبول وكده ولا خلص. صعب الدنيا بالنسبه لك؟ ما ينفعش. لا لا ما ينفعش. ليه دايما اصلا ما ينفعش يشجعوا وانا في نص الكوره مش هعرف اركز؟ ما انا معاكي. هو ليه دايما الراجل دايما الحكم بتاع التنس يقول لك هوب يصفر يشاور الجمهور اقعدوا ساكتين؟ في الغالب بتحصل الكلام ده في بطولات العالم لو حصل هيصه شويه. ليه بيحصل الكلام ده؟ لا هو علشان التنس من اكتر الرياضات اللي محتاجه تركيز. تركيز يعني هي كره صغيره وسريعه وانت بتفكر في مليون حاجه في نفس الوقت. لو جت اي حاجه صغيره اي دوشه اي حد مثلا بيلعب ورا حتى لو ولاد صغيره ما مش هعرف اركز مش هعرف يعني. بعدين كل كوره لازم اخدها من نفس المكان بالظبط كل مره علشان اعدي الكوره صح. بفكر في مليون حاجه دي لوحدها بتخليك اللي هو انت محتاج فعلا تركز ومش محتاج اي صوت حواليك. هو اكيد جمهور التنس جمهور مختلف. جمهور حتى لما اللاعب اللي كل البلد بتشجعه ساعتها داخل ارض الملعب بيسقفوا حتى لو خسر بيسقفوا للعيب التاني وعادي جدا. بتحس ان الملعب دائما وابدا هادي جدا جدا بدون صخب جماهيري كبير زي الرياضات الاخرى. طموحنا احتراف ونطلع نسافر لامريكا ولا ايه رايك؟ يعني هو دلوقتي مع طبعا دراسه وثانويه عامه الموضوع بيبقى صعب جدا اللي هو مع الدروس بقى اللي هو بيبقى صعب ان انا الاقي وقت التمرين. يعني اللي هو بروح اتمرن لما بلاقي مثلا وقت فاضي لما بلاقي ان انا عندي وقت ان انا اذاكر بعدين. لا هل ممكن نشوف نوره في المرحله اللي جايه بتطلع امريكا وتبتدي تحترف وتبتدي تدرس بره وتبتدي تاخد تنس احتراف اكثر من مصر وكده ولا ايه رايك؟ هو انا يعني لو بفكر في الموضوع بس اللي هو لسه يعني ما خدتش الستاب دي قوي يعني. لسه يعني التنس في مصر سيدات مختلف شويه. وضعه ايه في البلاد العربيه او البلاد الافريقيه؟ تصنفيه فين؟ ده اللي هو بالنسبه اللي عندنا يعني البلاد الافريقيه يعني دورنا هتحطينا فين في البلاد الافريقيه؟ هتبقى رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه ولا فين بالظبط؟ يعني ممكن نقول في النص يعني او ان احنا يعني يعني اللي هو في مننا اللي هو بيطلعوا اللي هو بيبقوا ما شاء الله يعني حاجات اعلى وكده فبيبقوا حاجه ثانيه يعني. احتراف خارج مصر ولا هنستمر بالشكل ده؟ بالنسبه لمصر؟ بالنسبه لك؟ بالنسبه لي لا طبعا انا ببص طبعا على الجزء ان انا ابقى لبره مصر بس هي محتاجه حاجات كتيرة قوي. بس الأسئلة عشان حد يرد عليا. بالظبط. محتاجة إن أنا أكون متفرغة للرياضة تماما، محتاجة دعم مادي مش طبيعي لأن أنا ببقى شايلة بقى اللي هي الباكج بقى حاجة المضارب والمدربين بتوعي وسفري وكل حاجة كل حاجة. فشوية الحاجات دي هي اللي بتوقفنا. أو بتخليك إن أنت بتبقى نفسك في حاجة مش عارف توصل لها بسبب إن أنت الدعم المادي مفيش دعم مادي. بقى طبعًا في الأول ما حد بيخش الجامعة أو الكلام ده بيتبهدل في وسط الجامعة أو المدرسة ما بعرفش برضه زي ما قلت لحضرتك اللي هو مش بيبقى فيه دعم من الجامعة أو من المدرسة. الحاجات دي كلها بتوقف في الآخر ممكن ما نشوفش في محتاجين ثورة رياضية للألعاب الفردية. بالظبط. دي حاجة مهمة جدًا. محتاجين قوانين تخلي اللاعب الألعاب الفردية يقدر يستمر في المرحلة التدريبية بتاعته وفي نفس الوقت يقدر يكتسب مهاراته او يكتسب الشهادات اللي هو مطلوبة منه عشان يبقى بعد ما يبطل لعب يبقى عنده شهادة يقدر يشتغل بيها في حياته. السوشيال ميديا في حياتنا شيء مهم. رأيك ايه في السوشيال ميديا مع لعيبة التنس؟ هل ده فيها جماهير بتخش ولا اصحاب في بعضينا بس بنتكلم على لعبة التنس؟ لا هو يعني اصحاب اكتر طبعا من الجماهير وكده. ده لو مثلا بالنسبه لنا عامه اللي هو احنا اللي هو طبعا صحابنا اللي هو كمنافسين مع بعض بتتكلموا على السوشيال ميديا مع بعض بتحفزوا بعض ولا بتروي يعني بتقولوا كلام لبعض تسخين كلمتين ولا امور هاديه؟ طبعا اللي هو يعني احنا بنحفز بعض اكتر اللي هو مثلا صحاب اللي هو لا لازم اللي هو ندوس على نفسنا يعني ان شاء الله تكسبي كده يعني اللي هو لو دول الصحاب اكيد دور الأسرة متواجد داخل ملاعب التنس الأرضي. خلينا بالصحاب خلينا في دور الأسرة معاكي في تاريخك في التنس. أنا على طول بابا وماما كانوا على طول معايا في كل البطولات وكده ولسه عامة اللي هو ماما كانت على طول تحب تيجي تتفرج عليا وأنا عامة بحب إن أنا أبقى شايفاهم بره بيشجعوني وواقفين. لو ما جاتش ماتش تعمل مشكلة معاكي ولا عادي؟ لا هو عادي اللي هو هي مثلا اللي هو يعني عارفة إن هي عايزاني إن أنا أكسب وعارفة إن أنا يعني اللي هو أنا برضه حاطة اللي هو الموضوع
يعني في دماغي ان انا لازم اوصل اللي انا عايزاه. بصي للكاميرا وكلميها وقولي لها كلمتين. الكاميرا اهي بصي لها وقولي لها كلمتين. لازم تقولي لماما وبابا كلمتين النهارده. تقول لهم ايه؟ شكرا ان هم على طول وقفوا في ظهري وان هم على طول ساعدوني في كل حاجه حتى لما بخسر. ان هم مش يعني مش بيخلوني لو اكتر على طول بيخلوني ان انا اطلع لقدام. فشكرا بجد. اكيد شكرا لاولياء الامور واكيد هخليهم برضو نورهان وفرح اكيد لازم يقولوا كلام مهم جدا للاسره الكريمه. خليني اسال نورهان سؤال مهم. الفرق بين الملاعب والارضيات، الملاعب المقفوله والملاعب المفتوحه، والموضوع مختلف في التنس. في ارضيات كتيره وملاعب مفتوحه ومقفوله، بتفرق معاكي وانت بتلعبي؟ احنا عندنا في مصر ما عندناش ملاعب مقفوله. كويس. احنا عندناش غير ملعبين، نوع ملعبين بس، اللي هو كلي كورت اللي هو بيبقى رمله لونها احمر. كويس. والهارد كورت اللي هو شبه الترتان كده شويه. كويس. وفي جراس كورت بس ده مش عندنا في مصر برضو. ما بنلعبش على الجراس. ما بنلعبش عليه. ليه؟ هو مش عندنا. في بطولات بيتلعب عليها. هو مش عندنا في مصر، هو مش موجود في مصر فاحنا مش بنلعب عليه. طب قولي لي الفرق بين الفرق ما بينهم. هي اسرع ملاعب اللي هي الجراس كورت. كويس. اسرع ملاعب وبعديها الهارد كورت، والكلي كورت هي اهدى ملاعب في سرعه الكوره لما بتنزل عليها. تقريبا هو ده الفرق الوحيد اللي ما بين الثلاث ملاعب بصراحه. شديده. هل فرق الملاعب ده اللي موجود عندنا يختلف معاكي وانت بتلعبي في بطولات عالميه؟ هو اكيد هيختلف. اكيد ان انا مثلا ما لعبتش على جراس كورت قبل كده ولعبت وهلعب هاجي العب على جراس كورت هي الكوره اسرع. اكيد هتبقى مختلفه، حتى الاحساس وان انت هتبقى مدرك الكوره جايه امتى ولا ازاي هيبقى مختلف. بالذات ان كمان كل ملعب بيبقى ليه زحلقه لوحدها ويبقى ليه جزمه ليه. فانت لو انت مش متعود على حاجه طبيعي مش في الاول مش هتعرف تلعب، بس ممكن بعد كده تاخد عليها عادي. خلينا نقول كلمه مهمه وكلمه اكيد نورهان اكيد عايز تقول للاسره الكريمه برضو كلمه. خلينا نسمع من نورهان كلمه لاسرتها اللي هي اكيد دعمتها في المرحله السابقه. بصي للكاميرا قدامك مش انا. يلا. انا عايز اشكر ماما وبابا وعمر اخويا، اكتر ناس كانوا بيساعدوني طول حياتي ان انا انجح في عامه اي حاجه، تنس او 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 مذاكره او اي حاجه في حياتي انا نفسي اعملها. صحابي حتى بيقفوا جنبي في كل حاجه، فهم اكتر ناس اصلا شجعوني على الرياضه، حتى كانوا حاطين الرياضه بالنسبه لهم رقم واحد عن الدراسه، ما كانوش بيضغطوا عليا في اي حاجه. فانا عايزه اشكرهم يعني على كل اللي هم ادوه لي. الشكر موصول لكل اولياء الامور. وخلينا نتكلم مع فرح اذا كانت الشكر موصول لاولياء الامور، واكيد هي نفسها هتقول حاجه بس مش هتقول. هتقول. خلينا نتكلم على مدربينهم. اكيد برضو مدربينهم ليهم تارجت وليهم تحقيق اهداف معينه معاهم، واكيد مدربين في حياتك ليهم عامل مهم جدا. ده اكيد. طبعا الجزء بتاع النادي الاهلي هو المدربين كلهم بجد شكرا ليهم يعني. اوعى تنسي حد. لا مش هنسى. قلت اسم واحد هننسى. لا مش بجد. لا بس كلهم بصفه عامه بجد من احسن المدربين. طبعا المدربين البرايفت بتوعي، المدرب بتاع التنس كابتن محمد قاسم، ده مدرب التنس بتاعي، وكابتن الفتنس بتاعي كابتن ناصر. يعني دول زياده مجهود على اللي انا بعمله. بيتعبوا معايا طبعا كل حاجه، تمارين بطولات كل حاجه على طول مع بعض يعني. فاحب اشكرهم وطبعا مدربين النادي الاهلي يعني مجهود فظيع على ده النص الاولاني. بالظبط. النص بقى المهم. لا بص في الكاميرا شوف. انا طبعا احب اشكر مامي وبابي واخواتي واهلي، دايما كانوا واقفين معايا بيدعموني نفسيا ومعنويا وماديا وكل حاجه. وبجد شكرا على كل حاجه انتوا عملتوها لي سواء في التنس او في حياتي او في المذاكره. ثانك يو. اكيد اكيد هم نجمات وصلوا علشان كل الدعم، اذا كان نادي، اذا كان دعم اسري، اذا كان دعم من مدربهم. اكيد بنبارك لهم لانهم فعلا حققوا انجاز كبير، انجاز مهم جدا للتنس الارضي سيدات. وان شاء الله في المرحله اللي جايه كمان اضافه من البطولات والانجازات في التنس الارضي. اكيد بنشكر جهاز التنس بقياده الكابتن عمرو الهمشري، اكيد هو بيتكلم يعني اكيد في مساعدات بتحصل منه ودعم مهم جدا لكل نجومنا. بشكركم ان كنتوا معايا النهارده، نورتوني وشرفتوني. ميرسي. شكرا. فرح ميرسي جدا. ودايما على بطولات ودايما على انجازات ودايما على تحقيق بطولات وانجازات للنادي الاهلي واضافه لضداد بطولات النادي الاهلي. في نهايه الحلقه بشكركم والى اللقاء.